دوما تبقى القاهرة الحصن المريع أمام أي خطر يهدد عالمنا العربي، ودائما وأبدا تظل مصر النصير الأول للقضية الفلسطينية. فخلال الساعات الماضية نجحت الوساطة المصرية القطرية الأمريكية في التوصل إلى اتفاق هدنة في غزة، الأمر الذي سيسمح بوصول مزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع ووقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية والأسرى لدى الاحتلال الإسرائيلي. من مصر من القاهرة نأتيكم بحلقة جديدة على شاشة القاهرة الإخبارية عاصمة الخبر، سنتوقف معكم فيها حول رؤية البرامج الانتخابية لمرشحي الانتخابات الرئاسية الأربعة حيال الأوضاع في قطاع غزة، كما سنلتقي في حوار خاص مع المرشح الرئاسي حازم عمر نستعرض معه أبرز ملامح برنامجه الانتخابي. على مدار الأيام الماضية فرض العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة حضورا واسعا على حملات وتصريحات المرشحين في الانتخابات الرئاسية المصرية وسط دعم كامل لقطاع غزة وسكانه وإدانة واضحة للعدوان الإسرائيلي. الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي منذ اللحظة الأولى لبدء هذه الأزمة طالبت بتكثيف الجهود من أجل وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى القطاع المحاصر، كما أعلنت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي عن التبرع لصالح المؤسسات المجتمعية وخاصة مبادرة حياة كريمة أن تقدم هذه التبرعات لكي تقدم كمساعدات لسكان القطاع. أما حملة المرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أكدت أن الأزمة في غزة تتصدر ملفات الأمن القومي، وأشادت بالدور المصري حيال القضية الفلسطينية. الحملة الانتخابية أيضا حملت الغرب مسؤولية العدوان على غزة وطلبت بوقف فوري للحرب. أما حملة الدكتور عبد السند يمامة مرشح حزب الوفد الجديد للرئاسة المصرية فقد بدأت مرحلة الدعاية الانتخابية بتدشين مؤتمر شعاره غزة في قلب الوفد، وأكدت أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا بحل الدولتين الذي يعتبر الضمان الوحيد للسلام في منطقة الشرق الأوسط. فيما أعلنت حملة المرشح الرئاسي المهندس حازم عمر رفضها بشكل قاطع لمحاولات تهجير أهالي غزة. الحملة كذلك طالبت الاحتلال الإسرائيلي بوقف العدوان وعدم اتباع سياسة العقاب الجماعي. هكذا نجد أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة قد فرض نفسه بقوة على أجندات المرشحين الأربعة للانتخابات الرئاسية المصرية، واعتبروها أنها أمن قومي لمصر وقضية للعرب جميعا. أرحب بضيفي الكريم من القاهرة الكاتب الصحفي الأستاذ عزت إبراهيم رئيس تحرير الأهرام ويكلي. أستاذ عزت مساء الخير، أهلا بحضرتك. أنا مسك العمر. يبدو أنه حتى وإن اختلفت تفاصيل الأجندات أو البرامج الانتخابية للمرشحين الأربعة، ولكن ما يتعلق بالقضية الفلسطينية وما يحدث في غزة هو أمر ثابت للمرشحين. تفسير حضرتك لهذا الأمر؟ لا، بالتأكيد أنه المرشحين الأربعة بيتفقوا في المبادئ الأساسية التي تحكم السياسة المصرية إزاء القضية الفلسطينية بشكل عام، وفي ذلك يتفق بالقطع مع الرأي العام المصري بأكمله في أن هذه القضية هي قضية العرب الأولى، قضية مفصلية، قضية وصلت إلى منعطفات خطيرة. هناك أمور ثابتة في القضية الفلسطينية تخص حق الفلسطينيين في تقرير المصير، حقهم في إقامة دولتهم على حدود أو خطوط 4 يونيو 67. مصر مهتمة بوحدة الفلسطينيين
وجمع شملهم من أجل إقامة دولتهم ومن أجل تحقيق هذه الوحدة. مصر بذلت جهدا كبيرا في هذا الإطار في السنوات الماضية، بالإضافة إلى التدخل لوقف العدوان الإسرائيلي المتكرر على قطاع غزة. أيضا ظهرت المستجدات الجديدة هي في صورة ما جرى في قطاع غزة والعدوان الإسرائيلي على القطاع بشكل لا نظير له ولا مثيل له في طوال الصراع العربي الإسرائيلي من استهداف المدنيين بهذه الطريقة. بالتالي ظهرت اللقاءات المصرية على المستوى الرسمي، وأيضا حدث تكاتف بين الشعب وبين القيادة السياسية في هذا الأمر، ولم يكن هناك اختلاف كبير بين القوى السياسية على اختلاف مشاربها إلا في بعض التفاصيل التي يمكن أن نتحدث عنها. نعم، طيب أستاذ عزت، من الواضح حتى بعد ما تابعنا في المؤتمر الصحفي الذي عقد وانتهى منذ قليل لمجلس الحرب الإسرائيلي، كلام نتنياهو ووزير دفاعه وبيني جانس، الكل يتحدث عن استمرار أمد الحرب حتى ما بعد انتهاء فترة الهدنة أو التهدئة. معنى ذلك أن الرئيس القادم لمصر يبدو أنه سيتم انتخابه في غضون عملية عسكرية مستمرة على ما يبدو كما أعلنت إسرائيل منذ قليل، بالتالي ما تبعات ذلك على الشأن المصري؟ نعم، الانتخابات بالقطع في مصر تجري في أجواء شديدة الصعوبة وشديدة الدقة على المستوى الإقليمي وعلى مستوى الجوار المصري، وبالتالي قضية الأمن القومي المصري هي تتصدر الساحات، تتصدر الحوارات التلفزيونية، وتتصدر كل المنتديات والمؤتمرات الحزبية. هذا أمر طبيعي جدا في هذه الظروف. ما رأيناه من مؤتمرات صحفية اليوم للجانب الإسرائيلي هو يريد أن يقول للداخل الإسرائيلي أنه لم يهزم وأنه لن يتوقف عند حد معين، ولكنه مستمر في حملته العسكرية لاجتساز حركة حماس في قطاع غزة، لأنه وضع لنفسه من البداية سقف صعب جدا الوصول إليه يتعلق بالقضاء على حركة حماس في القطاع، وهو ما قرره اليوم كذلك. يعني نعم، هو مستمر وسيستمر في ذلك، لأنه لو نزل عن هذا الهدف سيكون هذه نهاية لنتنياهو والتيار اليميني المتطرف في إسرائيل. هو بيلعب على مشاعر المواطنين الإسرائيليين الذين يريدون أن يطلقوا سراح ذويهم. لا تنسى أنه أيضا وضعوا شرط أنه إذا أردت أن يوم هدنة إضافية تفرق كل يوم عن عشرة من الأسرى أو المحتجزة لدى حماس أو الفصائل الأخرى، وهذا يعني أنهم لن يقدموا مزيد من التنازلات للفلسطينيين أو سكان غزة فيما يتعلق بإطلاق سراح المزيد من الأسرى في السجون الإسرائيلية. يؤاف جالنت منذ قليل وزير الدفاع الإسرائيلي قال بأنه بعد الهدنة ستستمر العمليات سواء في شمال القطاع أو في جنوب القطاع، ربما هذا الأمر يعيد مرة أخرى للواجهة التخوف من سيناريو التهجير القسري أو دفع السكان باتجاه الحدود الجنوبية، سكان القطاع قطعا يعني، للحدود الجنوبية اتجاه مصر. إلى أي مدى ترى هذا الأمر وهذا التخوف والتعامل مع هذا السيناريو واضح في البرامج الانتخابية للمرشحين الأربعة؟ كيف قرأت تصريحات أو توجهات كل منهم في هذا الأمر؟ نعم، يعني أنا شايف أنه بالنسبة للمرشح الرئيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعتقد أنه يعني لديه خبرات طويلة في التعامل مع ملفات الأمن القومي المصري على مدى سنوات طويلة، يدير هذه الأزمة يعني بدقة شديدة، ويتعامل مع موضوع شديد الحساسية، ويعلم تماما كل جوانبه. اختبر هذا الملف طويلا على مدى أكثر من 20 سنة، فهو يعلم كل التفاصيل الدقيقة في هذا الإطار، وبالتالي القرار على المستوى الدولة المصرية في هذا الشأن أعتقد أنه محكوم بأمور عديدة الرئيس أوضحها مرارا في حواراته وفي اتصالاته مع الجهات الخارجية والدول الأخرى. لا ننسى أنه مصر تحركت مبكرا
بعقد قمة القاهرة للسلام، وهي القمة التي وضعت أمام العالم التفاصيل الخاصة بالوضع في غزة الذي أراد الإسرائيليون في الأيام الأولى أن يخفوها عن العالم وأن تستمر في عملية هجومية عدوانية شديدة الشراسة لتدمير القطاع وفرض التهجير القسري. إسرائيل تختفي أو تخفي نواياها بأنها تريد التهجير القسري ولكن في صورة تهجير الطوعي، بمعنى أنها تريد أن تدفع السكان طوعا إلى ناحية الحدود المصرية. هذا هو الذي تتحسب له مصر جيدا في هذه المرحلة، وبالتالي سيناريوهات التعاون معها أعتقد أن الدولة المصرية قادرة على أنها تتعامل مع هذا السيناريو، سواء عن طريق القنوات الدبلوماسية أو عن طريق اتصالات مع الدول الأخرى ومع الدول الأعضاء الرئيسية في مجلس الأمن. أما عن باقي المرشحين فأرى أنه هناك تصريحات انتخابية، بحكم أنه الثلاثة مرشحون الآخرون لم يختبروا في مسألة أنه إدارة الدولة، بالتالي هناك أفكار تم مناقشتها معهم في سواء في مؤتمرات انتخابية أو في لقاءات تلفزيونية. البعض حسب خلفيته الحزبية بيتحدث عن مسألة أنه ممكن مسألة تجميد العلاقات، ممكن مسألة طرد السفير، مسألة استدعاء السفير المصري، لكن دون الدخول في تفاصيل أنه كل هذه الخطوات تتعارض مع فكرة أن مصر يجب أن تظل منخرطة في الجهود الدبلوماسية، لأن ذلك في ذلك مصلحة للفلسطينيين. واليوم رأينا نتيجة هذا الأمر في التدخل المصري في الوساطة الجديدة، وبالتالي التصريحات الانتخابية شيء والسياسة على أرض الواقع شيء آخر. أكيد. طيب، البعض كان يتوقع بأن ما يحدث في قطاع غزة والعدوان الإسرائيلي سيلفت انتباه المصريين عن زخم الانتخابات الرئاسية، ولكن رأينا في الأيام الأخيرة مع اشتداد هذا الصراع ومع وحشيته رجوع المواطن المصري مرة أخرى للحديث بقوة عن الانتخابات. برأيك كيف ستؤشر أو توجه أو تتحكم في المزاج العام ما يحدث في قطاع غزة على مزاج الناخب المصري بعد أيام في التصويت الذي يبدأ في الأول من ديسمبر في الخارج؟ أعتقد أن المصريين في الاختبارات السابقة أظهروا أنه عندما تتعرض الدولة إلى التهديد فإنهم يكونوا خلف القيادة السياسية ويكونون خلف دولتهم صفا واحدا. هذا بدأ واضحا في كثير من التصرفات، رأينا انتشار كبير للدعوات تأييد الدولة المصرية في موقفها من غزة، ورأينا المؤتمرات الجماهيرية الكبيرة التي حضرها يعني مختلف الأعمار، ورأينا أيضا مسألة أنه انغماس المصريين أيضا في بعض المظاهر تأييد غزة، مثل حملات المقاطعة الرمزية التي استهدف بها توصيل رسالة إلى العالم الغربي أن يتوقفوا عن دعم إسرائيل بلا قيد أو شرط. أيضا أعتقد أنه كلما ارتفعت هنا المخاطر والتهديدات كلما كان زاد الوعي المواطن بأن أهمية أن يشارك في الانتخابات وأن يخرج وأن يكون إيجابيا للتعبير عن صوته في الانتخابات، لأنه بلده وأمنه الشخصي تحت التهديد. أشكرك شكرا جزيلا من القاهرة الأستاذ عزت إبراهيم رئيس تحرير الأهرام ويكلي، شكرا لوجودك معنا. أصدرت اليوم الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية بيانا أكدت فيه الانتهاء من جميع الاستعدادات والإجراءات اللازمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة خارج البلاد، والتي ستجرى أيام الأول والثاني والثالث من ديسمبر المقبل داخل مقار البعثات الدبلوماسية والقنصليات المصرية في الخارج. من المقرر أن تجرى العملية الانتخابية خارج مصر في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بشأنها.
وخلال الساعات الماضية دعا المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية جموع المصريين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، وأكد خلال مراسم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب والرياضة المصرية أن الشباب هو نواة المجتمع والمحرك الأساسي ويجب أن يتحلى بالوعي. وأشار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر أن مصر هي الدولة الوحيدة التي تخضع العملية الانتخابية للإشراف القضائي الكامل، حيث يشرف على الانتخابات الرئاسية قاض على كل صندوق انتخابي. للمزيد من القراءة في الانتخابات الرئاسية المصرية قبل أيام قليلة من انطلاقها في الخارج، انضم إلينا من القاهرة الباحث والمحلل السياسي الأستاذ عبد الناصر قنديل الأمين المساعد لحزب التجمع. أستاذ عبد الناصر مساء الخير، أهلا بك معرف مصر. مساء الخير يا أستاذ عمرو. أهلا وسهلا أستاذ عبد الناصر، كيف ترى ما أعلنته الهيئة العليا للانتخابات بأنه بالفعل كل الأمور والبعثات في الخارج مستعدة لاستقبال الناخبين، كيف ترى الاستعدادات الأخيرة؟ خلينا نقول ان تراكم الخبره والمعرفه لدى الهيئه العليا للانتخابات بيسفر عن نفسه بوضوح في هذه الانتخابات. احنا بنتكلم على هيئه موجوده من 2017 بتتراكم لديها الخبرات، ادارت عمليتين انتخابيتين سابقتين في مجلس الشيوخ ومجلس النواب، اختبرت قدراتها لفتره زمنيه، تعرفت على قدرات العناصر المساعده اللي ممكن تستعين بيها، اجرت عمليات انتخابيه سابقه في الخارج، لديها علاقات وطيدة مع وزارة الخارجية ومع السفارات والقنصليات المصرية، وبالتالي نحن نرى مدى تراكم الخبرة ومدى الكفاءة الفنية للهيئة الوطنية للانتخابات هذه المرة. أسماء مقر الاقتراع في الخارج واضحة ومعلومة، الأوراق التصويتية وآليات التصويت واضحة تماما، الإجراءات التنفيذية المسؤولة عن العملية الانتخابية نحن نراها بوضوح وبدقة وبشفافية، وبالتالي ما تعلنه الهيئة الوطنية للانتخابات هو مزيد من الثقة، مزيد من الممكنات التي تعزز لدى الناخبين المصريين ضرورة المشاركة والإقبال الكثيف على عمليات التصويت في الخارج، خصوصا وأن التصويت في الخارج سيكون بمثابة رافعة أو مقدمة مهمة جدا قبل الانتقال لجولات التصويت في الأيام الثلاثة في الداخل. طيب أستاذ عبد الناصر، يعني اسمح لي استغل الوقت مع حضرتك ونستعرض معك ومع السادة المشاهدين كيف صارت الانتخابات خلال الرئاسية، طبعا خلال السنوات العشر الأخيرة، سواء انتخابات العام 2014 او 2018، وايضا يعني مؤشرات او يعني تمهيد لانتخابات الرئاسية 2024. لو بدأنا مع الانتخابات الرئاسية في 2014، يعني كان المقيدون وفقا للجداول التي سنراها الآن كان المقيدون 53,909,000 مواطن يحق لهم التصويت. من صوت في انتخابات العام 2014 كان المصوتون 25,578,223، كانت الأصوات الصحيحة 24,537,000، الأصوات الباطلة كانت حوالي 1,000,000 صوت باطل. كان هذا في انتخابات العام 2014، كيف ترى صورة الانتخابات في ذلك الوقت؟
خلينا نتفق ان انتخابات 2014 كانت اول عملية انتخابية تجرى في ضوء دستور 2014 والمحددات الواردة في المواد 141 142 143 من الدستور، فكانت هذه العملية مهمة جدا لان الاقبال الشعبي الكثيف الذي رأيناه في تلك الانتخابات والتي وصلت نسبته العامة الى 47-48 في المية من نسب المصوتين كان لها دلالة مهمة جدا على مدى الثقة في العملية الانتخابية، مدى شعور المصريين وإدراكهم لأهمية التصويت في تلك الانتخابات، بش اللي خلانا نشوف ارتفاع واضح وكبير جدا في نسبة الأصوات الصحيحة بشكل عزز من عملية التصويت وأثبت كفاءة الناخب المصري وأن المسار الديمقراطي يتحرك للأمام بشكل يعزز لدى المصريين ثقتهم في المنظومة الانتخابية وفي عدالة التصويت. طيب نتحول إلى الانتخابات التالية لها، الانتخابات الرئاسية عام 2018. في العام 2018 كان المقيدون في الجداول الانتخابية 58,921,078 مواطن. الذين صوتوا في انتخابات 2018 كان 24,254,152 مواطن من شاركوا في التصويت، تقريبا يعني بنسبة كانت تقترب من نسبة انتخابات المشاركة في 2014. الأصوات الصحيحة يعني حوالي 22.5 مليون تقريبا، الأصوات الباطلة حوالي 1,762,000 صوت باطل في 2018. أيضا كيف ترى أيضا تراكم المشاركة والاستمرارية في التصويت بهذا الشكل في آخر انتخابات رئاسية 2014-2018؟ خلينا نقول ان هذه الانتخابات كانت واحدة من الملاحم التي تدل على اهتمام وحرص المصريين على الادلاء باصواتهم في عملية اختيار الرئيس التنفيذي الاعلى للسلطة في مصر، لان الايام التصويتية التي جرت فيها الانتخابات شهدت واحدة من اعنف العواصف التي تعرضت لها مصر خلال قرن سابق، ومع ذلك خرج المصريين بكثافة كبيرة جدا الى لجان الاقتراع، بالرغم من أن المصريين كانوا قد عاشوا 4 سنوات سابقة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي وشاهدوا سياساته واكتسب لديهم مكانة وحظوة كبيرة في عمليات التصويت، وعززت تلك المكانة من صورته كمرشح يمتلك أفضلية كبيرة في الفوز بالمقعد، إلا أن خروج المصريين كان بمثابة تجديد للتفويض لهذا الرئيس بشكل ربما كانت الظروف المناخية أكبر محفز على إثبات هذه القاعدة أو هذا التوجه. طيب الانتخابات الرئاسية 2024 بالمقارنة ب 2018، إذا ما وضعنا في الاعتبار الإقليم المشتعل، التحديات التي تواجه مصر في هذه الانتخابات والأمن القومي المصري، إذا ما وضعنا أمور كثيرة ووجود 4 مرشحين في انتخابات تعددية، هل تتوقع بأن نسب المشاركة ستتفوق على انتخابات 2014 و2018 أم أنها ستكون في نفس الإطار؟ أعتقد أننا رايحين لنسبة تصويت غير مسبوقة في الانتخابات الرئاسية، بالرغم من تتوقعها غير مسبوقة هذه المرة. طبعا لأن في دلائل ومؤشرات بتؤكد على ده. أولا إحنا بنتكلم على عدد من التأييدات الشعبية التي استخرجت لصالح المرشح عبد الفتاح السيسي برقم تجاوز 1,000,000، هنتكلم في 1,000,000. بالفعل هتوقف مع حضرتك، يعني أمامنا الآن التزكيات لكل مرشح من المرشحين الأربعة، المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي 424 تزكية، السيد فريد زهران 30، السيد الدكتور عبد السند يمامة 27، مهندس حازم عمر 46. فيما يتعلق بي أيضا لو أخذنا بالمرة عشان أترك لحضرتك التعقيب، التأييدات الشعبية، يعني التأييدات الشعبية كان المرشح عبد الفتاح السيسي 1,130,105 تزكية، أما فيما يتعلق بالمهندس حازم عمر كان 68,071 تزكية. اتفضل دكتور. أنا معاك هنا، دي كانت مهمة جدا إن احنا ناخد المؤشرين مع بعض لأن المؤشرين بيتكاملوا مع بعض. لو بنتكلم على التأييدات الشعبية فاحنا بنتكلم على إن 2 من المرشحين حازوا تأييدات شعبية بأرقام، ربما المرشح عبد الفتاح السيسي وصل لرقم غير مسبوق في الحياة السياسية المصرية، أعلى رقم سبق من التأييدات الشعبية كان في انتخابات 2014 كنا بنتكلم في 288,000 تأييد شعبي، النهارده بنتكلم على 1,130,105. المرشح
حازم عمر كان هو المرشح الوحيد عدا الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي حاز تأييدات شعبية بنسبة 68,000. لكن فيما يتعلق بالتزكيات البرلمانية لقينا الرئيس عبد الفتاح السيسي بيحوز على 424 تأييد، برغم أنه هو في الانتخابات السابقة في 2018 كان حصل على 549. لكن نقدر نقول أن وجود ثلاث مرشحين من أحزاب لديها تمثيل برلماني قوي زي حزب الشعب الجمهوري اللي عنده 46 تأييد حصل عليهم، زي ما بنتكلم على المرشح عبد السند يمامة 27 تأييد، والمرشح فريد زهران حصل على 30 تأييد. دكتور، وبالتالي التنوع ده كان مهم انه يديني صورة جيدة عن مدى الاقبال الشعبي والاحتفاء بتلك الانتخابات. لحينو انا اشكر حضرتك، يعني ان شاء الله سيتكرر اللقاء في الاسبوع القادم وتحليل ايضا واكبر واوسع للانتخابات، ما تم وما سيجرى ان شاء الله في الانتخابات القادمة. لحينو شكرا جزيلا دكتور عبد الناصر قنديل، شكرا جزيلا لوجود حضرتك معنا في هذه الليلة. ومشاهدينا الكرام، بعد فاصل نتحول إلى لقاء المرشح الانتخابي للانتخابات الرئاسية المصرية المهندس حازم عمر الذي التقيناه لكي يشرح لكم ما هي بنود برنامجه الانتخابي وأهم النقاط في برنامجه الانتخابي، ولكن بعد الفاصل أرجوكم ابقوا معنا. أرحب بكم، وهذا اللقاء مع المرشح الرئاسي المهندس حازم عمر. مهندس حازم مساء الخير، أهلا بحضرتك. مساء النور على عليك أستاذ عمرو وعلى كل مشاهدينك. شكرا جزيلا. مهندس حازم، الحملة أعلنت منذ أيام قليلة بأن حزب الشعب الجمهوري يستعد لخوض انتخابات رئاسة الجمهورية، ويبدو أن هناك استعداد كبير من حزب الشعب الجمهوري الذي كلفكم بخوض غمار هذه الانتخابات الرئاسية المهمة. كيف كان الاستعداد طيلة الفترة الماضية؟ الحقيقة كانت من 8 سنوات لما أنا أعلنت، ولكن هي في ضمن خطة الحزب منذ إنشاؤه كنا حاطين خطة أهداف وخطة وجدول زمني مدته 10 سنوات من 2012 منذ أن أنشأنا هذا الحزب، ولكن أعلنتها سنة 2015 أن إحنا بعد فترتين رئاسيتين سيكون لنا مرشح رئاسي. لأن دي لما أنشأنا هذا الحزب إحنا أنشأناه على أساس أنه هو ياخد وقته ودورته في مسارين، المسار اللي هو التنظيمي وبناء القواعد الشعبية، ودي قلنا هنحتاج حوالي 10 سنوات. الشق الثاني أن إحنا ما نقدرش نقامر بمستقبل 105 مليون مصري، أو وقتها كانوا مثلا 90 مليون 95 مليون whatever، لكن الحقيقة لا يجب المقامرة بمستقبل الشعوب، فكان لازم ان احنا نحطنا خطة ان احنا نشتبك مع كافة الملفات المصرية ونسقل انفسنا بالخبرة ونطمئن الى قدرتنا ان احنا نتولى المسؤولية عندما يحين الوقت لتولي المسؤولية. حزبكم حزب الشعب الجمهوري له ثقل داخل البرلمان المصري، تاني اكبر كتلة في البرلمان بغرفتيه نواب وشيوخ. طيب، ده رقم كبير جدا ومعتبر جدا، بالتالي هل ممكن أن نقول بأن الحزب الآن يتمتع بقاعدة شعبية في الشارع المصري تستطيع أن ترجح كافة مرشحه؟ احنا بنشتغل دايما بأهداف وخطة وجدول زمني. احنا لما أنشأنا هذا الحزب في 2012 جالنا اختبار انتخابي سريعا قبل اكتمال نمونا، وكان عندنا هدف استراتيجي ان احنا نحجز لنفسنا فقط مكان بين الخمسة الكبار. احنا كان ترتيبنا الثالث في المرحلة الاولى سنة 2015، ولما جت المرحلة الثانية
تراجع ترتيبنا إلى الرابع على المستوى الدوائر الفردية، لأن احنا أخذنا انتخاباتنا وأخذنا المقاعد بتاعتنا كلها بانتخابات فردية، لم نشترك في قوائم. 2020 قلنا إن احنا هنكون أحد أكبر حزبين، اشتغلنا 5 سنوات على هذا الأمر وحققنا استراتيجيتنا إن احنا أصبحنا أكبر تكتل سياسي خارج الأغلبية، وأصبحنا الحزب رقم 2 على مستوى جمهورية مصر العربية من حيث عدد المقاعد في مجلسي النواب والشيوخ. والنهاردة إحنا استراتيجيتنا إن إحنا كنا نتقدم بمرشح رئاسي، وأعلننا هذا الكلام فعلا واشتغلنا عليه وعملنا البرنامج، والحقيقة مطمئنين إن إحنا لدينا دراية كافية بكافة الملفات المصرية على كافة الأصعدة، سواء الصعيد السياسي الداخلي والخارجي، الصعيد الاقتصادي، الصعيد الاجتماعي، حتى الصعيد الأمني. في يوليو الماضي تم تكليفكم من الحزب بخوض هذه الانتخابات الرئاسية المهمة، ما هو الدوافع الشخصية للمهندس حازم عمر لخوض هذه الانتخابات؟ لا يوجد أي دوافع شخصية خالص، بالعكس مصر احنا بنمر بوقت صعب جدا، المؤشرات كلها جادة، تحدياتنا جادة جدا، تحتاج إلى احنا بنصنف كحزب إصلاحي، تحتاج إلى بعض التعديلات، تحتاج إلى ان احنا بالذات الحالة الاقتصادية عندنا برنامج تقيل جدا وكبير وتحدياته كتيرة، واحنا وعدنا الشعب المصري ان احنا في خلال 3 سنوات ان احنا بنوعدهم ان احنا نخرج من هذه العثرة وننطلق الى اقتصاد، نكون بنينا اقتصاد قوي ما يكونش هش ويتحمل الصدمات ويتحمل التغيرات الجيوسياسية الدولية. طيب هل يمكن الاعتبار بان العامل الاقتصادي هو المحرك الرئيسي لحملتكم الانتخابية؟ لا، هو يعبر عن شواغل المواطنين وأولويات المواطنين في الوقت الحالي، وبالذات الطبقة المتوسطة والطبقات الضعيفة. طيب هنأتي على الشق الاقتصادي بكل تأكيد، ولكن الظرف السياسي اللي بتمر به المنطقة وبالطبع مصر هو ظرف سياسي دقيق جدا. إلى أي مدى هذا الأمر فرض أمور على حملتكم الانتخابية أو على برنامجكم الانتخابي؟ الحقيقة طبعا هو يعني خلى اهتمام الناس يتوجه، وكلنا حتى احنا كمان، حتى انا كمرشح اهتماماتي، لان برضو انا بشغل موقع رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ. صحيح. معنى كده ان انا ليا دور، وكان هناك لقاءات وكنا بنحاول ان احنا نعمل رأي ضاغط، يعني عندما النهاردة الولايات المتحدة الامريكية اللي هي اكبر قوة في العالم عندما تعلن أن التهجير القسري إلى مصر أو الترانسفير أو الديسبليسمنت للفلسطينيين في غزة لم يأتي من فراغ، ده جه من شغل كتير، كله اشتغل، كل واحد على نظرائه، كل واحد عشان نخلق رأي عام ضاغط دولي، وكذلك مع شركائنا في الاتحاد الأوروبي وشركائنا الدوليين بصفة عامة، بعلاقاتي القوية جدا مع الحزب الحاكم في دولة الصين ومع صناع القرار في الصين، ده كله أنت بتخلق رأي عام ضاغط علشان إحنا عندنا ثوابت وبنتحرك من ثوابتنا، وبنحتاج إلى دعم شركائنا الدوليين إن إحنا ما نعرضش المنطقة كلها للخطر أو نزعزع استقرارها. فيما يتعلق بالشأن الدولي، هل هذا الأمر وهذا يعني أو هذه الأزمة اللي بنعيشها في مصر وفي المنطقة منذ يعني أسابيع، هل ترى بأن هذا الأمر يحتاج إلى سياسة خارجية من نوع خاص ستتبناها أو تدعو إليها حال فوزك؟ حضرتك بتتكلم على برضو غزة، احنا ما زلنا في موضوع غزة، الوضع الإقليمي اللي احنا شوف حضرتك، غزة هي الألم، غزة هي الأمل، غزة هي التحدي. غزة الألم ان احنا بنتكلم على شفنا يعني حاجات سياسات لا نقبلها ولا يجب ان تمر مرور الكرام فيما يخص موضوع الكولكتيف بانشمنت او العقاب الجماعي او محاولات التهجير القسري او الإبادة العرقية اللي هي الإثنيك كلينزينج. غزة الأمل ان هي اعادة القضية الفلسطينية
برغم الآلام وبرغم الدماء وبرغم كل هذا، وإحنا بنحاول طبعا أن إحنا جاهدين منذ اليوم الأول أن نصل إلى وقف الإطلاق النار ووقف هذه الخسائر البشرية على المدنيين. نحن لا نقبل الاعتداء على المدنيين على أي حد، والدم الفلسطيني ليس أرخص من الدم الإسرائيلي وليس أرخص من أي دم، فده كان شيء غير مقبول. ولكن غزة أعادت الأمل، والنهاردة العالم كله بيتكلم على حل الدولتين بعد أن كان هذا الملف يعني أهيل عليه التراب وكاد أن يصدأ. فغزة هي الأمل وغزة هي التحدي. رؤيتكم ورؤيتكم الشخصية وفحميتكم الانتخابية بقى التمسك بحل الدولتين كنهج في التعامل مع القضية ورفض التهجير. احنا بنتحرك من ثوابت الدولة المصرية، لها ثوابت. ولا يجب على أي رئيس جمهورية سابق أو حالي أو مستقبلي إنه هو يخرج بره ثوابت الدولة المصرية. ولما نتكلم على الدولة المصرية بنتكلم على مؤسسات قديمة ضاربة بجذورها في التاريخ. بنتكلم على وزارة خارجية، وزارة الخارجية المصرية مؤسسة عريقة. عندنا المؤسسات الأمنية المعنية بهذا الشأن، عندنا وزارة الدفاع. الموضوع مش موضوع قرار انفرادي بتاع شخص واحد. أكيد. رئيس الجمهورية نعم له صلاحيات وله مساحة من التحرك وله رؤية، ولكن لا يجب ان هي تختلف ابدا عن ثوابت الدولة المصرية. نعم. ولما بيتبني القرار صحيح. بيتبني بناء على مؤسسي. القضية الإقليمية او الدولية الاخرى اللي بتشغلكم وكانت موجودة او حاضرة في برنامجكم الانتخابي كانت ايه؟ الامن المائي طبعا لابد، يعني من الحاجات اللي انا حطيتها في برنامجي في حال ان وفقت وتوليت المسؤولية، ان احنا هنرفع من اولويات من ترتيب الاولويات بتاعتنا من منظور الامن المائي. هل في خطوات معينة فردت لها في؟ لا، هو خلاص السد خلاص شبه اكتمل، واحنا ما كانش عندنا مشكلة في موضوع الملء قوي. احنا ده سد كهرومائي، وهو سد يعني يؤثر علينا فقط، لان ما حدش يقدر يمنع ميه خالص في سد كهرومائي، لازم يخرج الميه، ولكن هو بيحجز المياه لفتره محدده. امتى ياثر عليا؟ ياثر عليا في مصر هنا ويسبب لي ضرر جسيم برغم المرونه اللي احنا بنتمتع بيها نتيجه السد العالي وبحيره ناصر، لكن ياثر عليا في حالات الجفاف والجفاف الممتد. فالنهاردة اللي هو في إعادة الملء، اللي هو بيخرج المية وبعدين بعد كده بيعمل إعادة ملء مرة تانية. إحنا بالنسبة لي أنا هناك خطين حمر لا يجب على أثيوبيا أن تقترب منهم، وإحنا لا نستدعي حالات العداء وإنما نستدعي حالات التنمية والشراكة. إحنا في مسار تفاوضي، ولكن خلاص عند اكتمال السد إحنا بنتكلم على تنظيم المستقبل في إعادة الملء. الخط الأحمر الأول، إحنا عندنا متوسط، حضرتك تعرف أن هذا السد على نهر النيل الأزرق، ومتوسط إيراد هذا النهر 48.5 مليار متر مكعب. طبقا لحساباتنا وحساباتنا الدقيقة للغاية، أن في حالة جفاف ممتد وصل إيراد النهر، انخفض من 48.5 متوسط إلى 37، وبدأت أثيوبيا أن هي تعيد الملء بشكل أحادي، ده بالنسبة لنا خط أحمر. الخط الأحمر الثاني هو أن أثيوبيا تنتهج نفس النهج وتشرع في بناء سدود ري مستهلكة للمياه. هنا بقى سدود الري هي مستهلكة للمياه بحجم تخزين يؤثر على حصة مصر التاريخية، هذا خط أحمر آخر. ولكن ده مش عايز يتخذ فيه سياق الوعيد أو التهديد، ولكن دوري كرئيس دولة أن أحمي وجودية الشعب المصري وحقه في الحياة. إحنا بنقول عايزين نستدعي حالات الشراكة والتنمية، ولابد أن نصل إلى تفاهمات واتفاقية ملزمة للطرفين. طيب نتحول للشأن المحلي، الشأن الداخلي. الشق الاقتصادي كان مسيطر بشكل كبير جدا على البرنامج كما تابعنا، أيضا ما يتعلق بإصلاح الإدارة المحلية. كيف يتم مثلا التعامل مع الشق الاقتصادي؟ هل هناك تصور لتغيرات جذرية أو تغييرات جذرية في الشأن الاقتصادي أو في إدارة السوق أو إدارة الاقتصاد؟
الحقيقة احنا محتاجين ان احنا نعمل تغيير شامل وهيكلي للاقتصاد المصري. بمعنى بمعنى احنا عندنا اهداف، انا حاطين ثلاث اهداف من برنامجي، ان احنا عندنا ثلاث اهداف. الهدف الاول هو زيادة الانتاج الصناعي والزراعي والاستخراجي. الهدف الثاني هو رفع كفاءة استخدام الموارد وصولا للاستخدام الامثل. الهدف الثالث هو ان احنا نخفض الفقد والهادر في كافة شرايين وقطاعات الاقتصاد المصري. كيف نصل الى تلك الثلاث اهداف دول؟ ده كله عشان نبني اقتصاد قوي ولا يعني لا يتأثر كثيرا بالصدمات. ده لازم نشتغل على قطاعات كثيرة جدا. هنشتغل على قطاع هيكل المالية العامة. احنا عندنا عجز موازنة اصبح كبير جدا، ومن المتوقع ان 30/6 القادم ان هو يتخطى التريليون جنيه. هو ما قدم الينا في المجالس من الموازنة الحالية التقديرية او المبدئية 824 مليار جنيه، ولكن ده مقاوم بسعر المحروقات اللي هي الدولية حاليا اللي هو سعر البترول الحالي، ومقاوم ايضا بسعر الصرف الحالي للعملة المحلية. وبالتالي انا بتوقع ان هو هيزيد الى تريليون، وهنا فيه خطورة كبيرة، لان ده معناها مزيد من الاستدانة ونفضل في الدائرة المفرغة، ومزيد من اعباء خدمة الدين على الموازنة العامة، ويعني لابد من وجود علاج. فهنشتغل على هيكل المالية العامة، هعمل إعادة هيكلة ضريبية بمنظور من العدالة الاجتماعية، هخفض ضرائب على الغذاء والدواء، ولكن هرفع الضرائب والرسوم على سلع كمالية وترفيهية، بحيث ان انا احقق هدفين. الهدف الاول اقلص عجز الموازنة، والهدف الثاني ان انا احافظ على الطبقة المتوسطة واحافظ على الطبقات الضعيفة في احتياجاتهم اليومية والاسبوعية والشهرية. الشق الثاني هو الصناعة، ان احنا ندي حوافز، مزيد من حوافز للصناعة اللي هي هتخدمني طبقا لاولوياتي كدولة، وهي اللي بتعمق لي المحتوى التكنولوجي، اللي هيجي يعمل لي مصنع انا يعني يصنع لي او يعمل لي صناعه مش موجوده عندي في قمه مصر العربيه، سواء كانت متوسطه او كبيره. ما عندناش طبعا حوافز تمويليه او الى اخره، لان احنا بنعاني حاليا، واحنا اتفقنا ان 3 سنوات محتاجين عشان نعمل هذا البرنامج. فانا اللي املكه هي الارض والمرافق، فأنا حديها له، هعمل له تسهيلات وأقول له هات مكانك واشتغل، اخلق وظائف عمل، انتج لي منتج، حاجة من الاثنين، إما إن احنا نقدر نصدره فبالتالي يزيد عائد الصادرات للواردات عشان يخدم على قطاع التجارة الخارجية، أو إن هو يطرح في السوق المحلي ولكن يقفل لي جزء من الفاتورة الاستيرادية. ده حدي له حوافز، ان انا اقول له مش ما يهمكش ثمن الارض، ومش هستهلك راس مالك في انك تدفع ثمن الارض، انا هاخد منك، هديك 3 سنوات، ولكن بعد ال3 سنوات هبتدي احصل منك الاقساط. مش عاوز كمان تدفع الاقساط، هخش بيهم شريك معاك في راس المال، وبعد كده نعمل IPO واطرح اسهمي في البورصه لكي يتملكها المصريين القطاع الخاص. احنا مؤمنين ان الدوله تتملك مشروعات الكهرباء، مشروعات الغاز، مشروعات استخراج وصناعه الوقود، المشروعات الاستراتيجيه والمشروعات العسكريه، وكذلك الماء. غير كده احنا مؤمنين ان القطاع الخاص يجب ان يكون له باقي التنمية. هذا فيما يخص الصناعة. فيما يخص التجارة، زي ما قلت لحضرتك ان احنا عندنا عائد تغطية عائد الصادرات 62% من استيرادنا لاحتياجاتنا الأساسية. البرنامج بتاعنا ان احنا بنعمل ان احنا نرفعها الى 80% على 3 سنوات، يعني بفارق 18% عن الوضع الحالي، بمتوسط 6% كل عام، إما بزيادة الصادرات زي ما قلنا، وإما إن إحنا نزود إنتاج هنا ويطرح لي منتج نعمل اكتفاء منه
يقلل لي شوية من الفاتورة الاستيرادية. سياسة النقدية احنا برضو لينا برضو رؤية مختلفة شوية في حاجتين، ان احنا برنامجنا بيشمل مزيد من استقلالية للبنك المركزي، مع ولكن بنحافظ على التنسيق بين الحكومة وبين البنك المركزي. أي أن الحكومة تكون ممثلة في مجلس الإدارة، ولكن هنعمل تشريعات بحيث إن هو يكون له مزيد من الاستقلالية لثبات السياسات النقدية، وأيضا لضبط الإصدارات النقدية الجديدة وربطها بمعدل النمو المحقق وبنسبة لا تزيد عن 2% فوق المعدل النمو المحقق من الناتج الإجمالي المحلي. نتكلم عن الزراعة. الزراعة احنا الحقيقة عندنا مشكلة، فعشان كده برنامجنا اهتمينا طبعا برفع الكفاءة المحصولية، واهتمينا ايضا باتساع الرقعة الزراعية. ولكن رفع الكفاءة المحصولية ليه؟ لان احنا مصر زي ما قلت لك حتى في بداية البرنامج ان احنا عندنا تحديات في المياه، ومصر وصلت الى مرحلة الفقر المائي وهو 500 متر مكعب للفرد سنويا، وبالتالي لازم افكر بطريقة تتناسب مع وضعي. فإحنا هنرفع الكفاءة المحصولية، يعني هنرفع الكفاءة رأسيا أولا، إن إحنا عاملين خطة وهنرجع حاجة اسمها الإرشاد الزراعي كان مستخدم في الماضي، بحيث إن إحنا برضو نحقق هدفين مهمين. الهدف الأول إن إحنا نعمل 3 دورات للأرض الزراعية بدلا من متوسط دورتين. الهدف الثاني ان خطة زراعية بحيث ان هي تخدم على اولوياتي ايضا بما يزيد من صادراتي او بما يقلل من وارداتي. يعني عندنا الحبوب كلها احنا بنستوردها، يا اما نزود من زراعة الحبوب، او ان احنا هذا بنصدر موالح وبنصدر فواكه وبنصدر كذا، فاحنا عندنا اسواق تستوعب مزيد من هذا التصدير بالذات مع الدول الاسيوية، فنقدر ان احنا نزود هذا الكلام. هذا فيما يخص الزراعة. نخش بقى على قطاع الاستثمار. ايضا الاستثمار، القانون الحالي لا يفرق بين الاستثمار الانتاجي والاستثمار الاستهلاكي او الاستثمار في ادوات الدين. فبالتالي انا بالنسبة لي اولوياتي هو الاستثمار الانتاجي. مش معنى كده ان انا مش محتاج الاستثمار في ادوات الدين، ولكن هيكون له قواعد بمعنى اللي هي بيسموها الاموال الساخنة. انا محتاجها و سأسمح بها، ولكن سيكون لها سقف بحيث ان هي في اي وقت من الاوقات لا تتعدى 25% من اجمالي الاحتياطي النقدي الاجنبي. غير ذلك غير مسموح. الاستثمار الاستهلاكي انا محتاجه، اللي هو اللي بيجوا ينشئوا مولات، بينشئوا ترفيه، ملاهي، قطاع الخدمات. قطاع الخدمات ده أنا محتاجه، ولكن مش هيكون هو أقصى حوافز. أقصى حوافز اللي هو عشان أخدم على قطاع الصناعة، وأخدم على قطاع التجارة، وأخدم على قطاع السياسات النقدية اللي هو هياخدها المستثمر اللي هيجي يعمق لي المحتوى التكنولوجي، اللي هيجي يعمل لي صناعة ويعمل لي إنتاج. طب مهندس حازم، دي أهداف عظيمة جدا وأهداف حقيقة طموحة جدا، ولكن قد تستدعي قرارات صعبة. ما هو القرار الذي ترى الأصعب؟ وفي حال توليكم المسؤولية ستضطر إلى أن تأخذ هذا القرار الاقتصادي الذي ترى صعب ولكنه مطلوب. أصعب القرارات هي إعادة الهيكلة الضريبية، ولكن حكون بخدم فيها طبقات، ولكن مضطر إن في طبقات أخرى اللي هي الطبقات الثرية والشركات الغنية هتتحمل معايا شوية. فده هيكون يعني لأن النهاردة لما أنا أخفض ضريبة القيمة المضافة وأخفض الرسوم إذا كانت مستوردة اللي كانت بتيجي للخزانة العامة على الغذاء وعلى الدواء، طبعا مش كل الغذاء، ولكن عندنا قوائم محددة مش عايز أخش في تفاصيلها، زي يعني الألبان ومنتجاتها، اللحوم البيضاء، اللحوم الحمراء، البقوليات، المعجنات والأرز، قوائم معينة اللي هي احتياج الغذاء، وكذلك بالنسبة للدواء. بس طبعا مش كل دواء، دواء اللي هو الكوزماتيكس أو التجميل أو إلى آخره مش هيخش في القوائم دي. عندنا قوائم معينة اللي هي الأمراض المزمنة، السكر، الضغط، الحاجات دي كلها، دي كلها أنا هخفض عليها الضرائب، هتعمل لي، هتوسع لي عجز الموازنة. لازم أجيب قد اللي خسرته
وشوية زيادة عشان أقلص عجز الموازنة. ده هيستدعي مني أن أنا أخد قرارات صعبة، أن أنا هرفع الضرائب والرسوم على منسوجات، على كماليات، نظارات، حاجات كتيرة قوي، قوائم بقى. يعني إذا كنت أنا بخفض على 4 قوائم هرفع على 20 قائمة. فعشان كمان أكون صريح وصادق مع الناس أن أنا أقلص عجز الموازنة ونقلل شوية من ثقافة الاستدانة الاستهلاكية. نعم. القرار الثاني الصعب، وده هيبقى فيه طبعا تيارات معاكسة كثيرة، هي إصلاحات الإدارة المحلية، لأن لن تصلح الخدمات إلا بإصلاح الإدارة المحلية. فهاخد 7 قرارات هيكونوا صعبين شوية، ولكن أو فيهم تحدي، ولكن في الآخر هم هينشئوا بيئة حاضنة للاستثمار، لأن كل قطاع لازم يخدم على القطاع الآخر، لازم كل يبقى فيه انتجريشن لكل البرنامج مع بعضه. القرار الثالث الصعب هو أن أنا هحول شعار التعليم للجميع إلى شعار الجميع للتعليم، بمعنى أن هيكون هناك أعباء على بعض المؤسسات المصرفية والمؤسسات المالية نحو التعليم. ليه؟ عشان أقلص الفارق ما بين جودة التعليم العام والتعليم الخاص. التعليم الخاص والتعليم العام النهاردة الفرق بينهم بقت كبيرة قوي، وده مش معناه أن أنا بس مجرد أجيب فلوس يتصرف فيها وزير المالية كيفما شاء. هتكون في صندوق داخل الموازنة وتحت رقابة البرلمان، ولكن مع تشريع يمنع وزير المالية في استخدام هذا العائد من هذه الضريبة الخاصة الاستثنائية المقدرة ب3 سنوات فقط، إن هو يستخدمها في غير الغرض الذي حصلت من أجله. وتشريع آخر يجرم وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم والبحث العلمي إن هم ينفقوها إلا في حاجات محددة، مثل الأبنية الجديدة، إن احنا ننشئ مدارس جديدة، ننشئ جامعات، أو تجهيزات المدارس والجامعات، أو تطوير منظومة المعلم والدكتور. طب اسمح لي مرشح الرئاسي المهندس حازم عمر أن أتحول إلى الأجواء، ونحن قبل أيام قليلة جدا على بداية العملية الانتخابية وتصويت المصريين في الخارج في الأول من ديسمبر. بصفة عامة في 4 مرشحين، إلى أي مدى عذرا يعني في هذا السؤال، وتقييمك حتى اليوم، حتى تاريخ تسجيل هذا اللقاء، كيف ترى حيادية المؤسسات الحكومية في التعامل مع جميع المرشحين على قدم المساواة؟ كيف ترى هذه الصورة وهذا المشهد من حيث الحملات الانتخابية، من حيث الدعاية، من حيث الظهور، من حيث الأجواء؟ يعني أنا ما أقدرش أنصب نفسي حكم عليهم، ولكن كل اللي أقدر أقوله أنني أنا أتحدث عن نفسي فقط، أنني لم أواجه أي عقبات كبيرة حتى الآن. أنا شفت بعض الاستقطاب منذ بدء الحراك الانتخابي من بعض المرشحين، بين بعض المرشحين وبين بعض مؤسسات الدولة، ولكن انت عارف حضرتك ان انا زي ما قلت لك ان احنا عندنا كتلة نيابية كبيرة. مظبوط. وعندي اضعاف ما احتاجه من تأييد من تزكيات النواب، وتقدمت فعلا بأضعاف الحد الأدنى المطلوب اللي هو 20 تزكية، أنا تقدمت بأضعاف هذا الرقم. بس لما شفت هذا الكلام، موضوع الاستقطاب في موضوع التأييد الشعبي والشهر العقاري ولا آخره، حقيقة أنا انتظرت إلى أن تقدم كافة المرشحين تقدموا، وقبل غلق باب الترشح ب4 أيام بدأت في جمع التوكيلات، لم تواجهني عقبات. فأنا أقدر أتكلم عن نفسي أن أنا وتقدمت بالإضافة إلى تزكيات النواب، تقدمت ب 68,071 توكيل 68,000 توكيل عملناهم في 3 أيام. فما قابلناش عقبات بمعنى كلمة عقبات، لكن ممكن تلاقي احنا عندنا برضو شوية موروثات، ممكن تلاقي موظف شهر عقاري هو قلبه مع مرشح تاني، فيقوم يقول مثلا دي سمعتها، أنا ما شفتهاش لكن سمعتها من أحد المؤيدين، يقول أنا بعد ما عملت التوكيل قال لي هو بيروح إلكتروني، مرضاش يدهوني في إيد. طبعا دي حيلة من موظف، ولكن مش باترن، مش منهج. لكن أنا لم أواجه أي عقبات حتى الآن تخليني إن أنا يعني أتقدم بأي شكوى. طيب الفترة اللي جاية هيكون المصريين في الخارج هم أول من سيصوت، لأي مدى أنتم منفتحون
على المصريين في الخارج؟ منفتحين جدا، وطبعا نتمنى طبعا كل الدعم، ولكن لا وسيلة ليه باستثناء بعض الدول اللي لينا فيها تكتلات يعني، ولينا فيها روابط وقواعدنا الشعبية لهم أقارب فيها. احنا نتكلم على الدول العربية، أما طبعا يعني على مستوى الخارج بالكل بنعتمد على الإعلام، بنعتمد عليكم انتوا بقى ان احنا نوصل رسالتنا وان هم يقتنعوا ببرنامجنا ويدونا الصوت، لكن مش هنقدر نلف العالم كله يعني. ولكن وبعدين يعني احنا عندنا 10 مليون مصري خارج مصر متوزعين على دول كتيرة قوي قوي، ولكن التكتل الكبير في بعض الدول هي دي قلنا هنركز عليها. احنا بنعرف نركز المنطقة العربية والمنطقة طبعا اللي هي منطقة الخليج، احنا مركزين قوي على المنطقة دي وان شاء الله نقدر نحقق نتيجة كويسة. كم انفقتم حتى الان من مبلغ الدعاية الانتخابية 20 مليون؟ احنا حتى الان تقريبا اقدر اقول يمكن حاجة 60% تقريبا، واحنا منضبطين جدا 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 برغم اعتراضنا على الرقم السقف ال 20 مليون. السقف اللي هو 20 مليون يعني لما نيجي النهاردة انا ببقى قاعد راجل بتعامل مع مسؤولين في كل حتة في العالم، ببقى مكسوف قوي لما حد بيقول لي السقف بتاع الانفاق حملتك قد ايه، اقول له $500,000. طبعا بتبقى يعني مخجله شويه، ولكن احنا تعودنا ان احنا نحترم ونلتزم بالقوانين باقل الموارد، نعظم من ادارتها وانفاقها ونكون رشيدين نقدر نوصل نتائج كويسه ان شاء الله. وفقا للممكن، هل من الممكن ان نرى المرشح الرئاسي مهندس حازم عمر في جوله اعاده؟ شوف حياتك، انا طول حياتي أحط الهدف قدام عيني وأتجه إليه وأعمل بكل إخلاص. النتائج دي عند ربنا وعند المولى سبحانه وتعالى، عمري ما شغلت نفسي أبدا، بس دائما ربنا قال في كتابه إيه يعني اللي بيشتغل، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، احسن العمل، اخلص النوايا، ما يكونش فيها دوافع شخصية. احنا بنتنافس على حب مصر، بنتنافس على عمل وطني، نخلص النوايا واللي ربنا سبحانه وتعالى يجيبه هو انا بيكون هو الخير دائما. المرشح الرئاسي المهندس حازم عمر، انا شاكر جدا لوقت حضرتك. شكرا، شكرا جزيلا. شكرا.